بسم الله بسم الله والحمد لله. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. بعد يقول مولانا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين لنسسيته وابن السبيل اللي خرج من بيته ولو كان غني، ولكن وقت اللي قاعد ينتقل من مكان إلى مكان يطالب حديث أو علم أو تجارة، يتنقل مسافة طويلة مدة طويلة ينقص ماله ويولي بلا شمال. فلازم تكون بيوت الله يرتاح فيها، ينام فيها، يتحنث فيها وأهل المجر، ويلقى من في من يمشي يجي على المسجد ذاك من هم أهل كرم. هذا هو الإسلام الحقيقي. وينو الخير هذايا والبركة هذايا وين هي؟ وقالك احنا أمة إسلامية. يزيلهم التكليخ يا ناس، في كل روحكم ركم من الأفاكين من المكذبين لهذا الدين الحنيف، دين رب العالمين. شدوا الطريق بتاع الإصلاح، والله يفرح برجوع إليه، لأنه ربي عمره ما يرفض أن يغفر لك. وشوفوا آخر سورة الفرقان، شوفوا ماذا وعد من رعاد إلى الرحمن خالصا، لكون يبدل السيئات حسنات، وما كرمك يا ربنا يا كريم يا محب للحسنات.